هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الميزان، راح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لإلك وللشريك، وراح احاول احكي كذلك عن العزاب. راح اعمل كذلك نبذة ولو شوي صغيرة عن كل ما يتعلق بالاحوال العامة لإلك يا برج الميزان، راح اخليها لاخر الفيديو. بدي أقول شغلي كمان على أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وفي إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. أوكي، بالنسبة لإلك يا برج الميزان، عم شوف طاقتك فيها ممكن مستمتع بالوقت أكثر، ممكن تستمتع بحضورك مع شريك، كتير عم يعطيك طاقة إيجابية هذا الإنسان. ممكن كتير عم شوفك إنسان وفي لهذا الشخص، وعم شوف كذلك على أنه في شعلة حب كتير قوية تجاه هذا الإنسان. أوكي، في كتير حب وفي كتير شغف بهذه العلاقة. ممكن للبعض تكون في انجذاب جسدي كتير عالي، أو عم تفكر أنه تعمل علاقة جسدية مع هذا الإنسان. للبعض بحكي، لأنه كل واحد ويعني معتقداته وعم كيف عم يفكر. بحكي كذلك على أنه كأنه هذا الإنسان هو الشخص اللي كنت عم تحلم فيه، كأنه التقيت بهذا الإنسان اللي عم تحلم فيه، وعم شوف في كتير شغف وفي كتير انجذاب عالي بيناتكم. أوكي، عم شوفك كذلك للشخص الآخر عم يعيش كتير حب، وكتير عم يعني حاليا بيشعر بحب كتير كبير. عم شوفه لهذا الانسان كتير بحبك، كتير شغوف فيك كذلك، وعم شوفكم كأنه انتو في بدايات العلاقة. ما عم شوف انه في علاقة قديمة جدا، بس العلاقة لساتها ببدايتها. عم شوفه ممكن عندك طباية برج الميزان عم يتحملها هذا الإنسان أكثر، أو ممكن بتكون متقلب المزاج. حاول أنه تكون معتدل، لأنه عم شوف هذا الإنسان يريدك بشدة. عم شوفك كتير عم تحاول تتشافى من الماضي ومن جروح الماضي. كمان عم يطلع لي ورائي أنه عم تتشافى من الماضي ومن جروح الماضي، لأنه ممكن دخلت بكذا علاقة وكان الأمر يعني عم يستنزفك وعم ياخد من طاقتك يا برج الميزان، وأتعبك كتير. لما دخلت بهذه العلاقة حاولت أنه تتشافى وأنه تنسى كل الماضي. حاول أنه ما تشرب كل ما مضى بالعلاقة الجديدة، عشان كل ما مضى بالعلاقة الجديدة راح يعني راح يفسدها. عم شوفه كذلك على أنه هو بحبك كتير، بيحمل كتير مشاعر. في أنا عم شوف في انجذاب كتير عالي بالعلاقة، عم شوفه منجذب إليك جسديا وشكليا وكتير، يعني عم شوف في انجذاب كتير عالي. ممكن هذا الإنسان اللي عم تتحدثوا معه ممكن ما يكون بنفس بلدك، ممكن يكون ببلد آخر يبعد عنك كتير. كذلك عم شوفه لهذا الإنسان كتير يعني نيته جميل جدا تجاهك، و بس ممكن يعني العلاقة بأوائلها، بس لساتكم ما شفتوا عيوب بعض. اوكي، لهيك عم يطلع لي على انه في كتير ديفرنس، كتير يعني في كتير اختلافات بيناتكم. ممكن تكون اختلافات دينية، او ممكن تكون اختلافات هو عنده ثقافي، ممكن يكون جنسية مختلفة عن جنسيتك يا برج الميزان. في اختلافات كتير كبيرة، ممكن السن هو الاختلاف الكبير بيناتكم. وهذا اللي عم يطلع لي هو كمين، كأنه هذا الانسان يكون من برج الدلو، وارد جدا يكون من برج الدلو هذا الإنسان. هنشوف يعني بالمستقبل القريب جدا، كأنه أنت عم تستغله لهذا الإنسان لشيء معين. ممكن عم تستغله مثلا انه ينسيك الحب الماضي، مثلا دخلت بهذه العلاقة بس لا تنسى الماضي او الحب القديم،
أو عندك مثلا أشياء عم تشوفه بهذا الإنسان، رح تحاول رح تشفيك من الماضي. أوكي، عم شوفه ممكن يتعرض لصدمة، ممكن هو واخدك على أنه أنت كتير متعلق فيه ومحب فيه وكذا وكذا وكذا، وراح يتعرض لصدمة. ما بعرف شو تب يعني المشكلة اللي راح يحصل، بس راح شو اوكي. للبعض اللي عندهم علاقات جسدية ممكن تكون في ولادة، هيدي اللي راح يكون في يعني مشكل للبعض. انا عم طلعت عندي هذه الطاقة، وممكن تنطبق ممكن ما تنطبق. للبعض منكم ممكن تكون في علاقة جسدية، وراح يعني راح يكون فيها طفل او شيء من هذا القبيل، لانه عم شوف في صدمة تحصل لإلك وللشريك كذلك. حاولوا، لهيك بقول لك انه حاولوا اذا في شغف كتير كبير، او حاولوا يعني تهدنوا الامور. اوكي، هيدا للبعض. اوكي، بالنسبة ل يعني عم شوف لهذه العلاقة عندك كل المقومات انه تنجح، انه تصيروا بمستوى كتير عالي ومتفاهمين، وفي طاقة كتير حلوة. عم شوفها كذلك على انه ممكن اذا انتم مبتعدين عن بعض ولا واحد عم يشوف الاخر، ممكن تكون في جمعة، او ممكن الاحوال هلا بكورونا كل واحد لحاله ما في لقاء، وممكن يكون في جمعة بشهر ماي وتلتقي فيه. بس عم شوف في غيرة كتير عالية، ممكن سبب رح تكون في غيرة وفي شك، وحاولوا ان تشتغلوا على هذه الامور عشان ما تخلوا العلاقة تسوء بيناتكم. بالنسبة كذلك للعزاب، عم شوفون في حدا شخص او في شخص جديد رح يتعرفوا عليه. كتير عم شوف انه الابراج عم يتعرفوا بهذا الوقت. عم شوفكن عم تتعرفوا على شخص رح يجلب لكم سعادة، او ممكن شخصية مريحة، شخصية رح تحسوها كتير مريحة وفي حس فكاهة كتير عالي، ورح تجيب لكم مرح اكثر. اوكي، عم شوفه على انه هذه العلاقة ممكن تلتقوا مع هذا الانسان على الانترنت، او حدا ممكن يكون مختلف عنكم كليا، يعني ببلد وانتو ببلد تاني. وعم شوف على انه في كتير اشياء بالاول راح تخليك انه ترفض هذا الانسان انه يدخل بحياتك. عم شوفه هو يتقدم وانت عم ترجع لورا. اوكي، كان طاقتك انت او اصحاب المجموعة الاولى برج الميزان، او حاليا انتو عم تبحثوا عن التوازن بالحياة. عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وانتو بدكم تبدأوا بداية جديدة. اوكي، بتبحثوا عن التوازن، شخص خاصة هالانسان اللي ابتعد عنكم، شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الامور باءت بالفشل، او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. اوكي، انا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن تبحث عن استقرار اكثر بالحياة. اما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني اذا هي وردة يعني هي بتعني كتير اشياء. هالورقي لمجموعة من الناس، الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، او في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة. بس للبعض عم شوف انه هالانسان في خيانة، خاصة وخاصة عم شوف في خيانة جسدية
مع أشخاص أخر، يعني مع ناس تانيين هكا. بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني أنتو وياه متعلقين ببعض بشدة، مش قادرين تنسوا بعض. أوكي، عم شوف في تعلق شديد، وفي غيرة، وفي حب، وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر. أوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم مش قادر يبعد. أوكي، أنتم مع بعض بتتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا. التعب لما بتكونوا مع بعض، ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. أوكي، يعني علاقة كتير صعبة. أوكي، عم شوف كذلك أنت خاصة صاحب القراءة، عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين. اللي انا عم نطلع انه انتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لي. كذلك انت يا صاحب القراءة، عم شوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعدك بالحياة، لانه العلاقة كانت جارحة جدا، وكان فيها خصام، وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم أكثر. أوكي، لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع. حاليا عم شوف هالشخص بعزله، وعم يتمنى كتير اشياء بالحياه انه تتحقق. يتمنى انه تكون العلاقه جيده معك، وبس يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين. اذا ما كان في ابتعاد جسدي، عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقه، في نوع من لانه عم شوف العلاقه تاخذ منحى التعلق أكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه أنت فيه، ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك. هذا للناس المتزوجين، وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة. أوكي، عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان. وعم شوفه هذا الاشي الايجابي، عم شوف شخص باور، يعني فيه نوع من ممكن يكون برج اسد، وفيه هيك طاقة نارية اكثر. انا عم يطلع هالانسان ممكن يكون برج الجدي، وممكن يكون برج الاسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الانسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من عنده انرجي، او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب يعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة، يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة. انت شخص وهيدا بيبين لي هيك، انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة. ممكن انتو بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بيصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت. ممكن انت عم تراقبيه بشدة، وهالاشياء انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة.
هيدا عم يظهر لي هون. أما الأشياء الإيجابية، عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل. أوكي، بحب فيك هالشخصية، وبحب أنه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصية إنسانية، عم تحب الخير للناس وهيك جميلة. يعني هذا ينطبق على الرجل والمرأة. أوكي، كمان عم شوف أنا وخاصة نواياك أنت، عم شوف النية، بالرغم أنه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من أنتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك أنت، خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، أوكي، تضلوا مع بعض. أما هو حالياً عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر واخد وقت لحاله، ما عم يقدر، يعني ما رح يعمل خطوة للأمام. أوكي، عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، بس ما مشوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية أنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما مشوف أبدا بهالوقت، لا. بس أنا مشوف أنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت. حتى لو كان لساتكم بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم. أوكي، يعني العلاقة هل فيها زواج أو لا، حاليا ما عم نشوف، لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق، وتضلوا مع بعض، وتكونوا هيك. يعني إذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، أو نظف الهالة تبعك. يعني بقول لك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها أنت، لازم تنقيه، لأنه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك. هيدا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر العلاقة أكثر ما بتنجحها. أوكي، أنا عم لاحظ في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب. هيدي طاقة سلبية. أوكي، يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. أوكي، مثلا أنا بحب أمي، بس يعني ليس من المفروض أن تصير لإلي، تصير ملكي، يعني أملكها، أو مثلا إذا بدها تتزوج أملكها، ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. أوكي، لازم تشيلوا فكرة إنه تملك الشخص، هذه طاقة سلبية، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص. أوكي، لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإله. أوكي، كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من التعلق، وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك، أو تشافي هالطاقة السلبية اللي أنت عايش فيها. هكل الورق بيحكي على انه انت والشريك، لا احكي عنك فقط، انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة.
لأنه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. أوكي، هيدا كل شي طالع على المجموعة الأولى. بتمنى لإلكن الخير. ممكن هذا الإنسان بفكر على أنه يتزوجك، أوكي، بفكر على أنه يكون معك بشكل قانوني. هذا الإنسان بفكر أنه يتزوجك، بس ممكن أنت شوي مكبر راسك وشوي محابب، ممكن مو مقتنع فيه، ممكن محابب أنه مش بالشكل اللي أنت بتحسه أو الشخصية المثالية بالنسبة لإلك. لحك عم شوفك كأنه حاول أنه توطي طاقة الإيجو تبعك أو الغرور، مش غرور هو بس الإيجو العالي. حاول أنه تعطيه فرصة إذا كان شخص مناسب، لأنه عم شوفه رح يعمل خطوة كتير كبيرة ليتقرب لإلك. ممكن أنت تتعامل مع برج جوزاء أو الشخص اللي أنتو رح يتقدم لكم أو رح يحاول يحكي معكم يكون برج الجوزاء، ويكون أبراج ترابية. و ممكن حتى يكون كذلك من برج الميزان مثلكم. بالنسبة للطاقات، عم شوف برج الميزان، عم شوف نشوف برج التار، عم شوف برج الحمل كذلك عم يظهر بهذه القراءة. بس تقريبا كل الطاقات، أبراج ترابية، هوائية، نارية ومائية، كتير طاقات عم شوفها. قراءة كتير فيها فيها في أشياء شوي هيك ملخبطة هذه القراءة. بما يتعلق بالعلاقات العامة، ممكن تعملوا شراكة بهذا الشهر، شراكة عملية مع شخص، ممكن تحتفلوا. عم شوف في احتفالات بهذا الشهر، عم شوف كذلك في اشتغالات بكل ما يتعلق بالتجارة. عم شوف في شركاء، في شركاء رح تلتقوا فيهم، ممكن بدهم شراكة، ممكن تكون حتى شراكة عملية أو شراكة عاطفية. رح تحاول أنه تتخذ قرار بهذا الشهر يتعلق بعلاقة معينة، راح لازم تاخد يعني لازم تاخد قرار كتير حاسم، اوكي، بعلاقة معينة. ممكن حدا ما كان عم يحترمك او ما يعطيك قيمة كتير كبيرة، وانت راح تتخذ قرار تجاه هذا الانسان، اوكي. عم شوف في قرار راح لازم تاخده بهذا الوقت. بس عامة هيك عم يطلع لي. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا.